اطمني يا اشجان، قبل شبل ما بيجي المكتب بيديني تليفون. لا طبعا هتغدى معاكم، وانا لازم اسلم على ماما شلبيه قبل ما تسافر، يعني ساعه كده واكون عندكم. لا لا لا، ما انا هعمل مشوار كده في السكه. مع السلامه. لو حد سأل عليا أنا رايح أتغدى وراجع الساعة 6. حاضر سيد. وبعدين يا ماما انتي بتعملي ايه؟ بوضب السفرة يا نور عيون ماما. لا يا ستي، انت تقعدي وانا اللي هوضب. يعني معقولة يا اشجان؟ الشغالة غايبة وماما احسان مشغولة جوه في المطبخ وانتي بتساعديها، وعايزين انا كمان ما ساعدكمش؟ طول ما انا موجودة لا يمكن تحط ايدك على حاجة، ده انتي ست الكل. حبيبتي بس انتي بقى كده هتعوديني على الكسل. لا لا ما تخافيش، ده هنا بس. ايوه يا ماما انا جاية. بعد اذنك، ماما احسان عايزين. حاضر يا السلام عليكم. وعليكم السلام يا شباب. ساهر بيه موجود؟ لا مش موجود، هو راح يتغدى وهيرجع الساعة 6. طب وبرعة؟ لا مش موجود. طيب خليه يستناني، أنا رايح مشوار وراجع على الساعة 6. ها؟ مع السلامة. مع السلامة. وبعدين يا ماما أنا مش قلت لك أنا هنا لراحتك؟ يا حبيبة ماما، بس أنا بقى كده هظلم سعيد والولاد. ولا يهمك، إحنا كلنا في خدمتك. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. ده بابا. روحي انتي وانا هفتح الباب لبابا. ماشي. شبل شلبيه. ايه اللي جابك هنا؟ ماما ماما شلت. ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا شبل؟ اشجان بتقول لك يا ماما. ايوه ماما. بلاش يا اشجان. بلاش بلاش ايه؟ انا لازم اعرف افهم معنى ايه الكلام ده. معناه ان انا بنتك. بنتي؟ ايوه بنتك. بنتك اللي كنت عايز تحرم امها منها. يعني بنتي ما ماتتش يا شلبيه؟ ما كانش قدامي حل غير كده عشان احميها منك ومن قسوتك يا شبل. أختك كانت أرحم منك، خدتها مني وما كنت بتطاردني وربيتها على إنها بنتها عشان ما تحرمنيش منها يا شبل. أختي إحسان اشتركت معاكي في الجريمة دي؟ أختك إحسان دي ملاك، اللي عملته ده عمل إنساني، إنما الجريمة الجريمة أنت اللي كنت عايز تعملها، كنت عايز تحرمني من بنتي، كنت عايز تعيشها في قسوتك يا شبل. في إيه يا جماعة؟
شبلي، ألف الحمد لله على سلامتك يا أخويا. أخوكي وقادرة تنطقيها؟ بتستغفلوني كل السنين اللي فاتت دي أنت وجوزك؟ بتقفوا ضدي مع خدامتي؟ أنا ما اسمحلكش تتكلم عن أمي بالطريقة دي. طبعًا طبعًا ملوكي ضدي. فهموكي إن أنا المذنب وهم الأبرياء. إن أنا الشرير وهم الضحايا. مش كده؟ بس يا شب، مفيش داعي نتكلم في المواضيع اللي زي دي. لا ليه داعي النص؟ إزاي تحرموني من بنتي طول السنين اللي فاتت دي؟ بأي حق؟ يا بنتي دول كدب عليكي. أمك كانت عايزة تذلني بيكي، وأختي عشان ما بتخلفش كانت عايزة تسرقك مني. عايزة تسرقك مني كده؟ طب كتر خيرك يا شب. ما تزعليش يا ماما حسين. كفاياك بقى يا شبل، كفاياك تجريح، كفاياك قسوة يا أخي. امشي امشي وسيبنا في حالنا. انت بتطرديني من بيت أختي؟ لا، أنا بطردك من حياتنا. مفيش مكان ودخلته إلا وسببت فيه مشاكل، جراح، قسوة. مساء الخير. أهلا أهلا بالأستاذ ساهر شريكي. في إيه يا حسام؟ لا مفيش حاجة، حاجة بسيطة خالص. أشجان بنتك عرفت إنها بنتي. إيه؟ سكت ليه؟ مكسوف ولا خجلان يا شريكي؟ يا اللي مشاركني ببنتي وفلوسي في كل حاجة. مالوش لازمة التجريح ده يا شبل. أمال إيه اللي له لازمة؟ الكذب والخيانة والخداع. أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. أرجوك تخرج من بيتي. أنت بتطرد يا ساهر؟ أنا بحاول أحافظ على البقية الباقية من علاقتنا. أنا ماشي، بس أنا بقى هخليك تندم. هخليكم تندموا كلكم، كل اللي حرمني من بنتي. وانت يا اشجان، الزمن هيظهر لك حقيقتي، حقيقة اب سرقوا منه بنته. اشجان يا برعم اللي بتقوله؟ الا متاكد؟ طبعا متاكد. انا سالت عليه السكرتيره، قالت لي هيجي الساعه 6، استنيته وما جاش. سالت عليه ساهر بيه، قال ان هو سافر البلد. غريبه، ازاي يجي ويسيب لك خبر انك هتستناه وبعدين يسافر من غير ما تقابله؟ اكيد في حاجه حصلت يا برعم. ايوه، بس حاجه زي ايه؟ مش عارف، يمكن سمع من ساهر حاجة عني وعن الصفقة. يمكن. أي مين؟ شبل بيه؟ شبل بيه؟ خليه يتفضل. الله، أكيد يا برع الحكاية دي وراها سر كبير قوي. ولازم نعرفه. بس اللي أنا عايزه منك بقى تهدى شوية. ماشي، ادخل. اهلا اهلا. مساء الخير يا عم بيه. مساء النور يا شبل بيه. اهلا وسهلا. دلع السلامة يا شبل بيه. الله يسلمك يا برعي. اتفضل يا شبل بيه، اتفضل اقعد. الله، مالك يا شبل بيه؟ شكلك كده مش طبيعي. مرهق بس شوية. ده انا استنيت حضرتك حسب الميعاد اللي انت سبته لي. معلش، حصلت ظروف كده. بس يعني غريبة، يعني ازاي حضرتك يعني تسافر البلد وترجع وكل ده في 5 ساعات بس؟ مين اللي قالك ان انا سافرت البلد؟ ساهر بيه بذات نفسه. ساهر؟ ايه يا شبل يا اخويا؟ انت زعلت مع ساهر بيه ولا حاجة؟ لا، ده سوء تفاهم. اوعى يكون انا السبب يا شبل بيه، ازعل قوي. لا يا عوني بيه، ده زعل عائلي كده. عائلي؟ معقول يا شبل بيه؟ ده انت حتة سكرة. طلع ميه من تحت تبقى. ده ساهر مش كده؟ ايوه، كنت مخدوع فيه طول السنين اللي فاتت دي. لا حول ولا قوه الا بالله، ده انت حضرتك محطوط في مزنق، ده جوز اختك. معلش بقى، استحمل عشان خاطر اخت حضرتك بقى. اختي؟ ده الظاهر الموضوع كبير قوي يا شبل بيه. ومسيره حلوه، بس انا مش فاضيله دلوقتي. الله الله الله، يا شبل بيه طمني، انتوا كده فسختوا الشركه اللي بينكم ولا ايه؟ لا طبعا،
مش قبل ما صف الحساب اللي بينا. انا كان قلبي حاسس وكنت متاكد انك انت مش هتصارح معايا. ملوش لزوم يا برعي بقى، ده مهما كان جوز اخته برضه دي مسائل عائليه ما يصحش نتدخل فيها. خلاص يا جماعه خلاص، سيبونا بقى من سيرته اللي تعكر المزاج دي. معاش ولا كان اللي يعكر مزاجك يا شبلي بيه؟ عاوني بيه، انا كنت يعني عايزك يعني نأجل دفع الفلوس بتاعت الصفقة يعني 15-20 يوم. لا ده كتير قوي كده يا شبلي بيه. ما هو انا عشان كده جاي اترجاك ان العملاء يعني يصبروا علينا شوية. ايوه انت عارف. معلش يا عاوني بيه بقى، نبعت لهم فاكس وخلاص. طب بقول ايه يا شبلي بيه، ما تسيب الصفقة دي ليا انا، والصفقة الجاية ان شاء الله تبقى تشاركني فيها. لا لا يا عوني بيه، ده كلام برضو؟ ده انا عامل حسابي يطلع لي قرشين من العملية دي. ماشي عشان خاطرك انت بس. ها مبسوطة شبلي بيه؟ لا ده كده يبقى الكرم زايد من ساعتك. ربنا ما يحرمكوش من بعض وسيب الرزق للرزاق بيه. المهم بقى عايزين نغير الموضوع الدراما ده. عوني بيه عايزين نفرح بيه بقى كده ببيت العادة كده. ايدي على كتفك يا سيدي، بس الاقي عروسة تكون من عيلة كويسة وتكون بنت حلال. لا موجودة وبنت عيلة وبنت حلال وبيت فل وجمال وادب وكل حاجة. مين يا برعي؟ بنت شبل بيه. عارف عنه حاجه؟ يعني ايه؟ سمعه اختفى؟ ما اختفاش ولا حاجه، تلاقيه عند حد من اصحابه. يا ابن ابوك مالوش صحاب؟ يعني اصحابهم اللي كانوا معاه في السجن. هم دول صحاب؟ دول سوابق مجرمين؟ ما هو مفيش غير الاحتمال ده. يعني ايه؟ سمعه ما جاش البلد؟ لا طبعا، لانه لو جه كنا عرفنا. يا قلبي عليك يا سمعه. قوم شوف مين؟ قوم شوف مين؟ حاضر يما. أبويا مش ممكن. أبويا جاي يا أمه. أبويا جاي يا أمه. سعد أبويا جاي يا أمه. ما تغيرتيش يا فتحية ولا انت يا ابو عيالي. يا سنين ومرت زي ظهر بحاله، لكن عندي امل في لقاك. مسير الحي لا فتحية، وعده مكتوب. الحمد لله على سلامتك. ايه نحن هنا. وحشتيني قوي يا سعد يا ابني. انت الطريق. وازاي سعاد؟ بخير الحقيقه. جوزها حامد بيحبه ومستعد يعمل المستحيل عشان خاطر يسعدها. الحقيقة أنا حبيت الواد ده أول ما شفته في السجن. سمع. نعم. كنت فين من ساعة ما خرجت من السجن؟ يوه شفت انتوا نسيتوني أعز أصحابي. كامل يا كامل تعال تعال يا كامل خش. يا رب يا ساتر. مساء الخير عليكم. سلمونا. عرفتكم بأعز أصحابي كامل، كان صاحبي وحبيبي في السجن، هون علي سنين العذاب والوحدة. أهلا وسهلا من صاحب أبوي. انت سعد مش كده؟ هو عرفت ازاي يا عم كامل؟ من حكاوي ابوك عنك يا ابني وصفه ليك لينا، عرفتك اول ما شفتك. ازيك يا ست ام سعد؟ الله يبارك فيك. ما قلتليش يا سمح كنت فين من يوم ما خرجت من السجن؟ كنت في ضيافه اخويا كامل، كان لازم يجي معايا وما كانش ممكن يجي لكم لولا اليومين اللي قضاهم عندي. اصل الحي لما ينام جنب الميت بيتعظ، والحمد لله ربنا هدى سمعه. هدى؟ هو انت كنت ناوي على الشر؟ النفس لما تبقى ضعيفه بتفكر في الشر، لكن لما تبقى قريبه من ربنا يحل التسامح مكان الانتقام. يعني سمحت شبل الضبع؟ يعني يرضيك انتقم من ابو جوز بنتي. والله ما كانش حد حيلوم، بس كنت هلوم نفسي قدام ربنا. ربنا رحمته واسعه.
ونعم بالله يا فتحي. بتقول ايه؟ أشجان بنت ساهر وإحسان مش بنتهم. هما البنت مين؟ بنت العبد لله. ايه؟ بنتك انت يا شبل ازاي؟ شلبية لما هربت على اسكندرية من 20 سنة راحت لإحسان أختي، وإحسان عشان مصلحتها خدت البنت وربتها وسافرت برة وقالت إنها خلفتها بالكذب وهي عاقر ما بتخلفش. رحت بالصدفة عند إحسان لقيت شلبية هي اللي بتفتح لي. شلبية بنت عبيشة؟ أيوة شلبية بنت عبيشة. وشوية وجت أشجان من جوه تنادي عليها وتقول لها يا ماما يا ماما. ساعتها بس عرفت إنهم كانوا بيضحكوا عليا، خدعوني. طب وأشجان عارفة إن أنت أبوها ولا برضو مخبيين عليه؟ عارفة، بس بقى مالوا مخها بالكد؟ قالوا لها إن أنا إنسان وحش وظلمت أمها، قسوا البت عليا. وبعدين يا شبل إيه اللي حصل؟ طبعا ما سكتش، طحت فيهم وديتهم من المنقي يا خيار. شوية بقى وجيسي ساهر أفندي وراح طردني. طردك؟ ليه؟ طبعا اتكسف من عملته معايا وغطرش على الموضوع فطردني. وانت نويت تعمل ايه يا شبل؟ ناوي ارفع عليهم قضية، اجرجرهم في المحاكم. اصل انا ما سيبش طارب الساهل كده. والقضية دي بقى هترفعها امتى؟ اول ما اخلص من موضوع الصفقة ان شاء الله. بعد كده بقى افوق لسي ساهر واحسان وشلبيه. مفيش فايده فيك يا شبل، انت زي ما انت عمرك ما هتتغير. قصدك ايه يا شبل؟ سيبهم في حالهم طالما هم مش عايزين. لو بنتك عايزاك هتدور عليك وتجيلك لحد عندك. انا لا يهمني بنتي ولا اختي، انا كل اللي يهمني انهم يستغفلوني. يستغفلوني انا شبل الضبع 20 سنة وسيرتي بقت على كل لسان. خلاص يا شبل انت حر، اعمل اللي انت عايزه. ايوه بس المهم بقى ما تجيبيش سيره لاي حد. اذا كان عليا انا هكفي على الخبر مجهول. كويس، لغايه بقى ما يبقى لي كلام تاني مع ابن الطويل. المهم انت عملت ايه مع عوني بيه؟ ده الحمد لله الراجل وافق على التاجيل. راجل عظيم فعلا، يتاقل بالذهب. لا ذهب ايه، ده هو الذهب نفسه. ان شاء الله بعد الصفقة هيبقى في خبر هيساعدك. انا؟ ايوه انتي وانا وعليا. عليا؟ قصدك ايه؟ مش فاهم. عوني بيه طلبها. انت بتقول ايه يا شبل؟ بنتنا عليا هتتجوز واحد مليونير. انت بتتكلم جد؟ هو انا بهزر في المواضيع دي؟ ده أنا كمان قريت مع الفاتحة. قريت الفاتحة؟ من غير ما تاخد رأي عليا؟ رأي إيه؟ دي هتتجوز واحد مليونير. أيوة يا شبل، بس حتى من باب إنها تاخد خبر. باب إيه وشباك إيه يا عايدة؟ دي تحمد ربنا، مش كفاية إنها كسفتنا في وسط الناس لما الواد المقشف ده ابن ماهر رفضها؟ ده أنا كده برد لها اعتبارها وبجوزها واحد مليونير. أيوة يا شبل، بس انا رايي يعني انك تديها خبر فاتحها انت في الموضوع. خلاص خلاص انا هكلمها بعدين، بس الاول اخلص من الصفقه. انا يا شبل بيه، يا شبل بيه. ده مين اللي بيزعق كده؟ واني بمر على اوضه المكتب لقيت الاوضه مفتوحه والنور منور فيها، قلت يعني اما اخش اطمن. لقيت زي ما جنبك شايف كده كل الاوراق مبعزقه. بصيت جوه الخزنه ابص ما لقيتش فيها اي حاجه. يا اخر الزمن هتسرق وفي بيتي؟ ادينا فرصه يا شبلي بيه واحنا نعرف مين اللي عمل العمله السودا دي. يا ويلو يا ظلام ليلو، اللي اتجرأ وسرقني هو ولا مؤاخذه يعني اللي اتسرق مبلغ كبير. مش مهم مبلغ كبير صغير، مش مهم. مين في البلد اتجرأ يدخل السرايا ويسرقني؟ انا شبل الضبع. ما هو مش ممكن يا بيه يكون حد من بره السرايا. قصدك ايه يا شكرون؟ اصل يعني لا في كسر شباك ولا باب، وبعدين مفيش كده اي مظاهر للعنف.
يبقى مية مية اللي دخل السرايا عارف كويس جدا انه هيخش ويخرج من غير ما حد يشك فيه. دخل الاوضه فتح الخزنه بمفتاح خد اللي فيها وخرج زي ما دخل من غير ما حد يشك فيه ولا حتى حد يشوفه. عندك حق يا شكرون، مفيش غيره، هو اللي اتجرأ وسرقني قبل كده. الحق 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 يا شبل بيه. في ايه يا وش المصايب؟ كارثه مصيبه كارثه يا بوز الاخص. سمعه خرج من السجن. سمعه يا دي المصايب اللي عماله تتعدي فوق دماغك يا شب. انا اول ما سمعت الخبر رحت اتاكد من على القهوه وجيت ابلغ جنبك على طول. قالوا لك ان سمعه خرج النهارده؟ بيقولوا من 3 4 ايام. غريبه، محدش يعني خد خبر انه وصل. لا وايه، جاي ومعاه واحد صاحبه بيقولوا كان زميله في الليمان. يبقى كده اتحل اللغز. لغز ايه؟ لغز سرقه الخزنه. قصدك ايه يا شبلي بيه؟ سمعه هو اللي سرق الخزنه. طب ازاي سمعه هيسرق الخزنه وهو لسه خارج من السجن؟ وبعدين سمعه هيجيب مفتاح الخزنه منين؟ انا عارف مين اللي اداله المفتاح. يلا بينا. على فين يا بيه؟ سمعه لازم يرجع لومان. تفتكر مين اللي اداله المفتاح؟ للاسف حامد ابني. ابنك هيسرقك يا شبلي بيه؟ ايوه، بتحريض من بنت سمعه، وهو كان ليه سابقه قبل كده سرق مني 25,000 جنيه. طب اذا كان ابنك سرقك قبل كده ما يمكن يكون سرقك المره دي برضو. لا لا يا حضرة ظابط، اصل هو رجع واتاسف وبعدين انا طردته. طب ليه بتتهم سمعه مع ابنك؟ سمعه يا فندم دايما بيحقد عليا، وطبعا خارج من السجن يا مولاي كما خلقتني، يعمل ايه؟ يسرق خزنتي. يسرق خزنه نسيبه؟ انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول، بس هم بقى اللي غصبوا عليا. غصبوا عليك؟ هم مين اللي غصبوا عليك؟ حامد ابني. ابن شبل الضبع يمشي كلامه على ابوه. انا قلت اجوزه بدل ما تبقى فضيحه ويتجوز من ورايا. تقوم تجوزه بنت غريمك؟ كان لازم برضه حق غريمي. تقصد ايه بغريمي يا حضره الضابط؟ البلد كلها من ساعة ما استلمت هنا وهي ما وراهاش غير سيرة شبل الضبع واللي عمله مع صاحبه. وراها ايه؟ جوز ابنه من بنته قبل ما يخرج سمعة من السجن عشان يتقي شره. شره؟ شر مين يا حضرة الضابط؟ بيقولوا انك السبب في دخول السجن في حكاية عوكل اياها. دي بلد ظلمة، ظلمة. وبعدين القضاء قال كلمته، انا مال انا بقى؟ هم عايزين مني ايه؟ عايزين الحقيقة. جرى يا حضرة الضابط؟ انت بتحقق معايا ولا ايه؟ ابدا، احنا بندردش مع بعضينا. ندردش بعدين يا فندم، ده موضوع وراح لحاله خالص. ما كلام ببعضه يا فندم، مش وقته. انا اتسرق مني 250,000 جنيه من الخزنه في بيتي، وبتهم سمعه وحامد ان هم اللي سرقوه. طب بتتهم حد تاني؟ معرفش، جايز يكون معاهم شركة، بس انا معرفش. لما يتقفشوا هم اللي يعترفوا. طب عندك شهود؟ ما عنديش. طب ايه احنا بنتصرف. شوي صلاح، تمام فندم، جهز قوة العربية. لا يا سعادة يا بنتي، الكلام اللي انت بتقوليه ده غلط، وشبل بيه له حق في اللي عمله مع حامد. انت يابا اللي بتنسف شبل بيه علينا؟ مش معنى ان شبل بيه ظالم تبقوا انتوا حرامية. هم عاملوه بمعاملته يا سمعة. يا كامل، مش معنى ان شبل وحش يبقى احنا كمان وحشين. عندك حق يا عم، وده اللي ما نامنيش طول الليل. وفي الاخر رحت لامي عشان تتصرف وترجع الفلوس، لاجل نصيب ابويا يدخل ساعتها ويكون عارف ان في فلوس اتاخدت من وراه، وقام طردني. تصرفك الغلط ده يا حامد هو السبب في اللي عمله معاك، بس انت ابنه ومسيره يهدى والميه ترجع لمجاريه. سبحان الله يا سمعة، انت اللي بتقول الكلام ده؟ انت اللي دقت المر زمان من شبل جاي النهارده تدافع عنه؟ لك حق تستغرب يا فتحيه، بس ربنا سبحانه وتعالى غير جواي، بدل الشر زرع خير. لا اله الا الله، وقدرت تجرجرني وراك. انا لغايه دلوقتي مش مصدق نفسي. انا كامل اللومانجي ابقى في غمضه عين جرسون بقدم طلبات لزباين كافيتيريا سمعة. لا فشر يا كامل، انت مش جرسون، انت صاحب مكان. شوف مين يا سعد على الباب. حاضر يابا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حضره الظابط. انا اسف اني جاي لك في الوقت ده، بس انا بادي واجبي. واجبك خير يا حضره الظابط. عم سمعه، انا عارف انك لسه خارج من السجن، بس في بلاغ ضدك. بلاغ ضدني؟ وضد جوز بنتك حامد. حامد؟ عني حامد يا حضره الظابط. بقول لك السيد شبلي بيتهمك انت وعم سمعه انكوا سطيتوا على خزنته وسرقتوا ربع مليون جنيه. ايه ده اتهام ظلم يا حضره الظابط. لا لا ما حصلش، انا من ساعه ما جيت البيت ما خرجتش على الظابط. انا محرج لكن لازم انفذ القانون. في قدامي بلاغ واتهام ليكوا، ممكن لو سمحت افتش البيت؟ في اذن من النيابه؟ لا لا يا سعد، احنا ما سرقناش عشان نتلكك. اتفضل يا حضره الظابط فتشوا البيت. انتوا من هنا وانت من هنا. ده حرام والله يا حضره الظابط. الراجل الطيب ده شبلي قبل كده لبسه تقوم اتقتل زور، ومش عارف عايزين منه ايه لغايه دلوقتي. وانت ايش عرفك بقى انه ظلم؟ انا كنت مع سمعه في السجن وشفت قد ايه العذاب اللي كان شايله جواه. مفيش ليله عدت عليه طول العشرين سنه اللي فاتت الا ودموعه على خده، دموع المظلومين. مش عارف شبلي عايز منه ايه. لكل ظالم نهايه. بس نهاية شبل طالت يا حضرة الضابط. تمام يا فندم، ملناش حاجة. طب استنى بره. ملناش حاجة يا فندم. استنى معاه. الحمد لله حضرة الضابط ما لحقش يدسلنا الفلوس عشان يثبت التهم علي. ممكن تيجي معايا يا عم سمعة، وأنت كمان يا حامد عشان نكمل المحل. حاضر حاضر، بالإذن. هتحيي، ما تقلقيش ما تقلقيش، ساعتين وهرجع. هاني ما صدقت انك خرجت من السجن، يوم شبل عايز يرجعك ليه تاني؟ اطمني يا حمادي، لو حكمت ان اشيلها لوحدي هشيلها، ويتحملها ابويا، يكون نتيجة غلط وضحيتها ابني. حمد انا كنت غلطانة في حقك، سامحني. غلطك ردناه يا سعاد، الدور الباقي على غلط ابويا. طب يلا نلحق الظابط واقف بره. السلام عليكم. مع السلامة. ما تقلقيش يا ست فتحية، إن شاء الله أنا مش هرجع إلا معايا سمعة وحامد. يلا بينا يا أخي. أنا بحب أبويا أوي يا أما. أبوكي ده جمل، ياما شال حمول كتير، وعمره لا نخ ولا اشتكى. هيرجع، هيرجع بالسلامة إن شاء الله. يا رب يا سعاد، هو وحامد كمان. يعني مزعلانة من حامد ياما؟ وأزعل منه ليه يا بنتي؟ مش ابن شبل الضبا. يعني عمري ما حسيت اني حامد ابن شبل الطبع. ما هي اقوالك في الاتهام اللي وجهه ليك شبل يا عم سمعه؟ مش كفاياك بقى ظلم يا شبل بيه؟ ما شبعتش اذيه في خلق الله. بقى عايز توزع حامد انه يسرقني وتقول عليا ظالم؟ يابا عم سمعه مظلوم، لا هو وزني ولا انا سرقتك. انت ناسي انت عملت ايه؟ ناسي عملتك السودا؟ انت مش سرقت مني قبل كده 25,000 جنيه؟ يابا انا رجعتهم. انت ليك حق تشك فيا، لكن احلف لك بايه؟ ما تحلفش، انت اللي زيك ملوش حلفان. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص الغضب عماك يا شبل، عاوز ترمي ابنك السجن؟ حرامي ويستاهل. يابا ما حصلش، صدقني بقى. كذاب. لا صادق صادق يا شبل بيه. تقدر تقول لي قال يحوزه يسرقك ليه؟ عشان تنتقم مني. انتقم منك ليه؟ عشان ما تتكلم. سكت ليه زي زمان؟ انا هقول لك انت اتهمتني بالسرقه ليه. خايف لانتقم منك من عملتك القديمه. لسه الخوف معشش جواك، وده اللي خلاك مش مطمن من ناحيتي. عشان كده اتهمتني بالسرقه عشان تخلص مني وتخلص من خوفك، وما يهمكش ان ابنك يروح في الرجلين، مش كده؟ هو ده شبل الطبع اللي عارفه من زمان، مصلحته بس هو ومن بعده الطوفان. اتقي الله يا شبل، العمر ما عادش فيه اللي انت بتعمله. بص للناس حواليك، ما عادش حد بيحبك، الكل بيكرهك. اتكلم عن نفسك، ما انت بتكرهني وحاقد عليا. عمر الحقد ما دخل جوه قلبي. ابا ارحم نفسك من نفسك بقى. ايوه، ما بنته بلفتك وضحكت عليك يا عبيط لغايه ما بقيت حرامي. لسه مصر تبقى غلطان؟
لا لا يا شبل، انت لازم لازم النور يدخل جوه قلبك، ما تبقاش مليان سواد. نور نور يا سي سمعة، اقول لك انا هقول لبتوع الكهرباء يدخلوا لي التيار. لا يا شبل، النور هيدخل جواك لما تعرف ان الله حق، وان كل اللي عملته ده قبض الريح وحصاده ندم، وقت ما ينفعش فيه الندم. حضرة الضابط، انت مش هتكمل المحضر ولا ايه الحكاية؟ انا بقول انكم اهل، وادي فرصة للتفاهم. مفيش تفاهم يا حضرة الضابط، انا بتهمهم انهم سرقوني. حامد، والدك السيد شبلي بيتهمك بالسرقة بالاشتراك مع عم سمعة، ما هي أقوالك؟ يا ماما ارحمي نفسك بقى، كفاية عياط أرجوكي. يعني عايز نعمل إيه؟ أبوك هيدخل أخوك السجن يا محمود. أنا مش مصدقة إن حامد يعمل كده. حتى لو عمل يا بنتي، إزاي بس أبوك يوديه المركز؟ أنا مش عارف، أنا مش قادر أعرف ليه بابا بيعمل فينا كده. هو أبوك طول عمره كده. الحقه يا محمود، روح له يا ابني، خليه ما يدخلش أخوك السجن ويضيع مستقبله. ما أقدرش يا ماما، ما هو مش بعيد لو رحت له، هتهمني إن أنا كمان شريكه. يعني إيه؟ يعني خلاص ابني راح مني؟ حامد راح مني؟ يا حبيبي يا ابني، يا حبيب أمك يا دنايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله 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 الله. مالك؟ فين يا ست عايد؟ مالك يا علي؟ فين يا محمود يا ابني؟ مفيش حاجة يا عمي. عمك ربنا يحميك يا ابني ويخليك. الله 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 الله. مفيش حاجة ازاي؟ ده الدموع مالي عينيكم. ما تقولي لعمي يا ماما، وهو بإيديه إيه بس يعمله يا بنتي؟ بإيديه إيه يعمله؟ أنا دايماً عايش لوحدي، لا في فرح يا ابني داعيني ولا في حزن، مع إني منكم، بس أنتوا بقى مش حاطيني في اعتباركم خالص. إزاي بس يا عاشور؟ بصراحة يا عمي أصل الموضوع ما يشرفش. آه، يبقى كده أخويا شبل عمل حاجة. هو كده طول عمره ما يهموش غير نفسه وما يهموش حد. فيه إيه؟ الخزنة اتسرق منها 250,000 جنيه، وشبل في المركز دلوقتي ومعاه سمعة وحامد، بيتهمهم ان هما اللي سرقوا الخزنة. حامد؟ سمعة؟ هو خرج من السجن؟ ايوه عمي، ووصل البلد النهاردة. وصل البلد النهاردة؟ ازاي بيتهمهم؟ ده حرام. ما هو عشان كده يا عاشور احنا حزينة. لا مش ممكن، حامد لا وسمعة لا، ده ظلم كده يا شب. عايز تدخل ابنك السجن يا شب؟ عايز ترجع سمعة المسكين تاني السجن يا شب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى عمي مش مصدق اللي حصل. ومين يا ابني هيصدق اللي أبوك بيعملوه فينا ده؟ يا رب استرها على حامد. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. ها حامد، عاوز تقول حاجة تانية؟ لا يا حضرة الضابط. خلص المحضر ومضيهم، يترحلوا الصبح على النيابة. بس على فكرة يا شبل بيه، المحضر بالأقوال اللي فيه بالمعاينة بتاعتنا هيروحوا الصبح النيابة، وهيفرج عنهم بضمان محل إقامتهم، يعني القضية في شنك. شنك؟ ليه يا حضرة الضابط؟ لا في شهود إثبات عندك، ولا لما رحنا بيوتهم لقينا حاجة، ده غير إنهم نفوا أي اتهام. والمتهمين يا شبل بيه، واحد فيهم ابنك والتاني نسيبك، يعني اكيد في حاجه بينكم. وكيل النيابه هيديهم افراج من سرايا النيابه بضمان محل اقامتهم، وبكره القضيه هتبقى ضعيفه، وبمحامي ما عندوش اي خبره واول مره يدخل المحكمه هيجيب لهم البراءه، ويبقى ما نبكش غير الشوشره والفضيحه واتهام الناس بالباطل. ها قلت ايه؟ انا موافق يتحولوا للنيابه. لا حامد لا، سمعة لا. ايه ده؟ ايه ده؟ مين انت؟ انا عاشور، عم المتهم حامد اللي واقف قدامك، وصاحبي سمعة ابو قلب طيب، واخو شيب. اخوك ده يا شبل بيه؟ ايوه اخويا فعلا. اخيرا نطقتها يا شبل، اكتب الكلام ده في محضر يا حضرة الضابط. اخيرا اعترف شبل عبد الحليم الضبع بان عاشور ابن حميد الهبله اخوه، اكتب ومضينا انا وهو. اسكت يعمل،
كده يا شيب؟ بتشتمني قدام الحكومة يا شيب؟ مش خايف الحكومة تزعل منك يا شيب؟ معلش يا حضرة الضابط، أصله عبيط ومتخلف عقليا. ما تدخله السجن هو راخر يا شبل بيه، ما هو انت طول عمرك كده، هي عيب في جلابيتك تحب تخفيه حتى لو كان من اهلك. معلش يا عم سومة، حقك علي، انا غلطان. وحشتني يا عاشور. وانت ما تزعلش من ابوك يا حام، ابوك خلاص ما عادش يفرق ما بين الظالم والبريء يا ابني. يعني انت يا عم عاشور عارف اني بريء؟ ايوه عارف ومتاكد كمان، ولا يمكن لا يمكن تباتوا في الاسم ابدا. حضرة الضابط افرج عنه. ما اقدرش، انا بأمورك تفرج عنه. تأمرني؟ ما ينفعش، ما تخلينيش اقول عليك اهبل وعبيط زي ما بيقول شبل. تلم تلم يا عاشور. لا لا مش هتلم يا شبل، ولا يمكن حامل ولا سمعه يباتوا في المركز ابدا. ما ينفعش يا عاشور، لان اخوك شبل بيتهمهم انهم سرقوا خزنته، واللي بيته يفرج عنهم بس النيابه. لا واني انت؟ ايوه واني. ازاي ازاي؟ انا هوريك ازاي. كده اهو كده اهو كده اهو. ايه دول يا عاشور؟ دي الفلوس اللي اتسرقت من خدمه اخويا شيب. ايه انت اللي خدتهم؟ ايوه انا اللي سرقتهم يا شيب. انت؟ ايوه انا. قلت اخد حاجه من حقي، ورث امي ورث ابويا يا شيب، الهبره اللي انت هبرتها. قلت اخد ورك من الفرخه اللي انت هبرتها لوحدك يا شيب. طول عمرك حرام يا شيب، طول عمرك. خلاص ايوه، وقلت لازم اجرب واسرقك. الله. ها عرفت بقى يا حضره الضابط ان انا اقدر افرج عنهم؟ ايه رايك يا شبل بيه؟ بلاغ كاذب وازعاج للسلطات، ولا ناوي تعمل محضر لاخوك عاشور؟ خد بالك انا هشهد انك قلت لي انه اهبل وعبيط، مع انه في الحقيقه اعقل مني ومنك. مفيش حد اهبل بيعترف على نفسه عشان ينقذ ناس مظلومين. ها هتعمل محضر لاخوك عاشور يا شبل بيه ولا ايه؟ انا عاوز حقي، ورثي من ابويا وورثي من امي. خلاص يا حضره الضابط، المسامح كريم. ما كمل اول يا شبل بيه، ولا انت تعودت تتهم الناس عمال على بطال وحسب ما توديك دماغك. معلش يا حضرة الضابط، الألم بيغلط. تغلط في أي حاجة إلا حرية الناس. أنا أول مرة أشوف ضابط يجي الكفر هنا بالشكل ده. إيه؟ طريقتي مش عاجباك؟ لا مش القصد، بس المفروض يعني إنك تنفذ القانون. القانون عمره ما كان مواد جامدة، وساعات الرحمة بتبقى فوق القانون. وديك شايف، لو انا ظابط زي ما انت عاوز كان زمان ابنك وصاحبك مترحلين عن نيابه وهم ابرياء. مش احسن ده اللي انا عملته يا شبل بيه؟ دلوقتي بقى تتفضل على النبطشيه وتتنازل عن المحضر، وبقى تعالى خد فلوسك. يسلم فمك يا حضره الظابط. ايوه تقدر تتفضل يا عم سمعه. ايه مات؟ ابدا، تاني خايف اخرج من هنا. ليه يا عم سمعه؟ خايف اخرج من هنا للدنيا بره، ارجع لك متهم من تاني. يا راجل خليك متفائل، الدنيا اتغيرت. وبعدين انا عايزك تقعد معايا شويه. سعادتك تقعد معايا ليه؟ حساب قديم ولازم تسدده. حساب بيني وبين سعادتك؟ ايوه، وبقاله سنين، وانا الاوان نقفل الحساب بعد ما عرفت الحقيقه. حقيقة ايه يا سعادة البيه؟ حقيقة سجنك ظلم 20 سنة في جريمة انت ما ارتكبتهاش. ايوه بس انا ما عنديش دليل براءتي. ازاي؟ كفاية اني عرفت انك بريء. انت مين؟ انا خلف ابن القتيل عوكل. خلف انت؟ ايوه خلف ابن مخلف، الواد الصغير اللي فتح عينه على موت ابوه وعاش طفولته في عذاب. لكن العذاب ده زادني اصرار، اجتهدت في دراستي، دخلت كليه الشرطه، وحذر مني على كفركم هنا عشان اسدد فاتوره بقى لها سنين واشيل عن كتفك حمل السنين. يا راجل يا طيب تعال تعال.
بالحضن في الغالي، تعالى بالحضن في الغالي. العدل جاي، العدل جاي، العدل جاي. العدل جاي بأوانه،